في البدايه لو نوضح للساده المشاهدين كده المفهوم العلمي لهذا المركز، مركز الحوسبه السحابيه. هو بدايه عايزين نوضح للناس مركز بيانات في الاساس هو ايه؟ لان ممكن الحد البسيط اللي بيستخدم كل يوم التطبيقات بتاعه الفيسبوك وبيستخدم السيرش انجن جوجل ما يعرفش ان دي اساسا موجوده مستضافه في مراكز بيانات، ولا يمكن انها تكون موجوده الحقيقه الا جوه مركز بيانات. ومراكز البيانات اللي احنا بندخل عليها على كل التطبيقات دي مراكز بيانات عالميه موجوده في كل حته بره مصر طبعا. فمركز البيانات هو حلم اي دوله في الدنيا عايزه يبقى عندها تطبيقاتها ويبقى عندها حاجتها ويبقى عندها بياناتها ويبقى عندها امن بياناتها، والكلمه دي تحتها 50 خط طبعا. فمصر من 2018 وهي بتخطط لمركز البيانات اللي افتتح هنا، فهو يعني الفتره دي دايما احنا بنحس بالحاجه دايما بعد افتتاحها. يعني ليه؟ تخيل حضرتك احنا نقلنا عاصمه اداريه جديده، واضرب لحضرتك مثال بسيط جدا، لو حضرتك اي حد من المشاهدين ربنا رزقه ببيت جديد جميل كده وهينقل فيه، متخيل لو عنده جراج تحت فيه كل الكراكيب بتاعته وخده معاه ورايح البيت الجديد، يبقى كده ما راحش بيت جديد حضرتك، يعني يبقى هو كده ستيل عنده مشكله. كل جهات الدوله عندها سراديب فيها ورقيات لا تتخيلها، وزارات الدوله مأرشفه كميه اوراق القانون بيمنع اعدامها اساسا. فالدوله لما قالت هنقل عاصمه اداريه جديده يبقى لازم الورقيات دي يبقى لها حلول، لانها مش ممكن هتنقل بيها، ومش ممكن هتنقل في عاصمه اداريه جديده بفكر الورقيات القديمه. فبداوا يعملوا مشروعات بالتوازي مع مركز البيانات اللي اتفتح. مركز بيانات اتفتح ده هنتكلم عنه كمان شويه بالارقام كده حاجه يعني كويسه، هو مش مركز واحد على فكره، هم ثلاثه. وهنتكلم عنه اهدافه ايه والحسابه السحابيه فيه ايه وازاي هيدفع الذكاء الاصطناعي. احنا الدنيا اللي اتعملت دي كبيره قوي. فال 400 في 400 مليون ورقه حكوميه، 400 مليون ورقه حكوميه اتعمل لهم ارشفه وتحولوا رقمي. عشان ما يتنقلوش ورقيا يروحوا الوزارات والاماكن الجديده. النقطه الثانيه، لما حضرتك بتنقل ورقي انت ما بتنقلش ورقي ان حضرتك تعمل سكان وتاخد صوره ضوئيه، الكلام ده لا يمكن يتعمل في دوله وفي العصر اللي احنا فيه وفي العلوم اللي احنا فيه ودوله بعمق مصر. بتتفرج. دي بتتفرج لانها بتبقى داتا بيانات سيرشبل، ادور فيها كذا كذا، يعني الشكل ما بقاش صوره ورقيه كده غير قابله للبحث في محتواها ولا ولا ولا، لا ده بقت صوره معلومه رقميه بقت موجوده للدوله. فانا بتكلم دلوقتي في ان انا مش بعمل مركز بيانات، انا بعمل حاجتين، بعمل عقل لدوله وذاكره لدوله، وبتكلم على حاجتين منفصلتين. الذاكره دي هي اللي فيها الارشفه اللي احنا اتكلمنا عنها دي، فيها كل الدولة كان فيها ايه وبياناتها ايه ووضعها ايه وشكلها ايه، وهقول كمان شوية اهمية البيانات دي. وعقل بقى عشان النهاردة مركز البيانات هو حاجتين، تخزين وقدرة حوسبية. يعني تحليل يا دكتور عشان بس نقدر نوصلها اكتر للمشاهدين، حضرتك تقصد انه يعني ذاكرة وتحليل كمان للبيانات اللي موجودة؟ بالظبط. حضرتك النهاردة لو عايزة تفكري في اي معلومة في الدنيا فبتنقليها لذاكرتك الاول، وبعد كده بتشغلي دماغك فيها، فهو الاثنين مع بعض مجتمعين. ان انا النهارده حطيت كل المعلومات بتاعه الدوله دي في ذاكرتي وبدات اشغل دماغي فيها عشان اطلع منها ايه الجديد وايه المعلومه الجديده بالطبيعه بتاعه العصر اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. فمركز البيانات اللي اتفتح مخطط له من فتره كبيره قوي، الدوله عارفه انها تعمل تكامل ما بين الحاجات ازاي. مركز البيانات اللي اتفتح ده كان تعاون ما بين وزارات كتيره قوي، حضرتك يمكن شفت وزير الكهرباء موجود في الافتتاح، لان مركز البيانات ده جزء رئيسي منه هو الطاقه بتاعته هتبقى موجوده ازاي وشكلها ازاي ومؤمنه ازاي وبدائلها ازاي، ومنها طاقه متجدده وطاقه عاديه ازاي، ومنها جزء منها وزاره الاتصالات وكذا، ومن جزء منها وزاره التخطيط عشان حاجه الدوله اللي هتتنقل، وجزء منها وزاره في يعني الدوله بتشتغل منظومه مع بعضها. فده عشان كده حضرتك شفت التضافر اللي كان موجود.